مسخره ولا طالعه الفاكهه ديريكت. المشاهدين ديالنا حنا كنديروا في الزلوكه ديالنا كما كتشوفوا الحريره كتسخن فايبغي تعجبها انا كندير لهم طاكوس. الورقه ديال الطاكوس ديالي انا غادي نوريها لكم. ها انتم المشاهدين ديالنا هي ديال الورقه ديالي كيفاش جاتكم زوينه ياك رقيقه غير بالزرع وشويه ديال الطحين الحرش فرص الحرش. البصله ديالي كما البطاطا ديالي كنديروها غير في الفران كما كتشوف. هادي فين كنعجن هذه فين كنطيب الورقه ديالي ها هي هادي خالتي رقيه برا راه هي كتوجد لينا السلاطه وكتزيد تقطع لي شويه ديال البصله محتاجها. واليوم ما غاتشاهدوش الفطور ديالنا غاتشاهدوا الفطور ديال سكينه غاتشاهدوا دابا الفطور ديال سكينه ونجات والاجواء ديالهم اجواء ديال الكوزينه ديالهم تابعوهم هنا تابعوهم. المشاهدين ديالنا العزاز كي دايرين لاباس عليكم كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير هذا في ارض الوطن ولا خارج ارض الوطن. هذه غيبه غنبتعد لكم مده هذه ولكن ما عندنا ما نديروا هذه ظروف الحياه. كي دايرين لاباس عليكم كنتمناو يكون رمضان عندكم كيدوز باحسن الاحوال والايام القادمه ان شاء الله تدوز عميت عشاء والايام القادمه ان شاء الله تدوز عندكم بالصحه والسلامه وطول العمر يا ربي. وكيفما كتشوفوا اليوم عندنا ضيوف باينين معنا في التصوير عيشه واخا ماشي ضيفه زعما راه غير شحال هذه ما بانت معانا شي ضياف اللي جايين على عيشه قولي السلام وهذا وهذا كعفوا لي كنعرفش اليوم جايين عندنا حتى حنا ضيوف جاي عندي عمتي هي ورجلها بالكناس الله يجي وسطهم بخير وعلى خير. كيف ما كتشوفوا حنا كنوجدوا الفطور كيف العاده كيف القاعده. شكون اللي حيد داكشي اللي كان متقر عندي هنايا؟ انا على واش انا متحفظين واش خلاني انتم راك دايره هنا الدنجال الطريقه باش كتصايبوا امي زهران بغيت نديروا داك الغطا ديال الدجال اللي عامر بالرز والخضره ولا دانت وتقلتو بالكوكوت وبقيتها غسلاتهم باش تحيدوا ديك المروره ديالو خصني نتقلو بشي حاجه. هنايا المشاهدين راه كنوجد الرز ديالي كيف ما كتشوفوا بالخضار هما راه كيتقلاو باش عاد غندير لهم الماء يطيب غنزيد عليهم الصدر ديال الدجاج. هو راه مرقد هنا جبنا الدجاج البارح وقدناها ما تنعوش بلا بيا يلا هاجي اجي انا وياك نهضروا في الهضره نديروا هنا الدجاج معنا وياك نهضروا مزيان ما غاديش ما كعرفش يلا واحد راه انا جات بعدا عطيت التحيه ديالي. السلام عليكم كي دايرين لاباس عليكم هانيين اش كتعاودوا بخير الحمد لله صافي هادشي اللي عرفت نقول انت على قلتي داك الشيء مالك تغير صافي عيشه ساعات. وهنا المشاهدين عندي البصله راه جبتها مازال غادي نجيدها حيت راه درتها نص هنايا غادي ندير هنا طويجين راه باش خليتو محلول ها شي حاجه قال لها صايمه صايمه غير صايمه مسكينه غادي ندير هنا طويجين ديال الدجاج بالبصله والزبيب راه صافي الدنيا تجيب ليا الزبيب من الحانوت. وهنايا خرجنا البريوات من الفريغو اللي كنا كنوجدو معكم في ديما والخبيزات ديال نجات ها هما خرجناهم من الفريغو حتى هما غادي نعمروهم. نجات راه عاد دوشات عاد خرجت من الدوش ها هي بصحة وراحة قول لها المشاهدين بصحة وراحة يعطيكم الصحة. صيفطنا هنا حسن الخضرة راه مازال كيف ما صيفطها كتبقى كتسنى نجات حتى تخرج من الدوش غادي تشوف فيها تشوف شنو غادي دير لها. وهنا المشاهدين العزاز ضيوفنا جايين مرحبا بهم بدل ندير الدجال بالرز اللي كنديرو دابا درنا لهم شي حاجه حيت ما كناش عوالين عليهم ما قالوا لنا حتى دابا عاد قالوا لنا حنا جايين يشركوا معنا مرحبا بهم غيشركوا معنا داكشي اللي قسم الله خير كتعيطي تقول لي ها انت ديري شي حاجه قلت لها ما عنديش عطيني كسرونه صغيره ما عنديش ندير صوره غادي ندير لكم غير فطور عادي غندير لكم غير فطور عادي داكشي اللي كنديرو راسنا اللي غنديرو لكم كيف العاده. انا عيشه اش كديري كنحطو الفريز كنحطو ديال العسل اللي تمنتم انا غنصايب البطاطا الخبيزات باش نعمرهم شفتي ديري دغيا عند ماماك شي باش بغات دير غنصايب غنسلق البطاطا وباش نعمر دوك الخبيزات اش غديري لنا فيهم غندير فيهم غير الطون والبطاطا والخس وداكشي والزيتون والزيتون مزيان. وهانتوما تابعوا معنا حتى تكمل الفيديو ان شاء الله.
مشاهدين راه ماشي غير اللي جاي معنا اليوم وماشي غير الضيف ديالنا اللي جاي اليوم، راه معنا حتى خالتي زهرة. هي الله يسهل عليها ويخلينا ويخليها لينا. هي راها كتنقي لنا الخرشف ياك خالتي زهرة. ايه الله يخليها لنا ويطول في عمرها. راه جات حتى هي عندنا السيمانة دوز معنا هادشي كامل اللي بقى رمضان، لا ما نطلقوها حتى يفوت العيد. ياك خالتي زهرة. ايه مرحبا. ايوا شتي خالتي زهرة كيف ما شفتوا في الفيديوهات الاولى كانت حاضرة معنا في الدار، راه هي الام ديال نجاة كيف ما كتعرفوا. اللي ما كيعرفش انا قلتها له، حتى هي واخا مريضه وعيانه مسكينه الله يشافيها، راها ضروري كنعطيوها شي حاجه واخا غير ديال الله تعاوننا فيها. راكم عارفين رمضان. ها وريني. اه هضري لا واش نوري نوري الخرشف. وري ها الخرشف راه نقاتو. كيما جيتي كتهزو بغصنك. ها الزد هي اللي مغصنك. ايوا هادشي اللي كاين المشاهدين. يلا نمشيو ديك الكوزينه نكملوا فطورنا وانتم تابعوا معنا. ايوا ها انتم كتشوفوا، ها انتم فين وصلنا ياك يا ريت. اش كديري انا جيت كنعمر دنجال دنجال نعمرو بهذا بالروزي وجدنا. هانتوما المشاهدين ديالنا العزاء، ها الروزي وجدنا. هاد الدنجال راه درتو في الفرن وتحرق ليا فيه النص. عيشة مسكينة راه طيبناها بالماء نقي، كنعطيوها نقي عيشة حمرا نقي عيشة قطعي لادات اصلي عيشة الماعن سالينا معاها مسكينة بالماعن. كنديرو هكا اصدقاء خارقين لانني مزيان. نجيبها نحطها في هذه النجيله صور لك كنعرف لك ما كتعرفي تلقمي. ثم راه حرقته ولكن واخا تحرق غادي نديرو معليش غادي تحرق. يا امي زهرة يا امي الحادقة حرقتي هذا حرقتي الدنجال واش غادي ندير له؟ ندير ما ندير شي اللي عطا الله. نجاة راه كتاكل غير الدجاج وتحيد كتاكل غير العمارة وتحيد الدجاج. مكناكلوش الدجاج زوينة. أنا واخا يكون مقليته في الزيت مكناكلوش. إوا راه اليوم قلت كتاكليه بزاف عليك. علاش أختي؟ هادي راه وسط العمارة. شكون؟ الدجاج. محكوك ما يبانش. آه لا راه دايرة. آه نفس. إوا أنا درتو. أنا لا أنا غناكل الطاجين بالزبيب ونهني راسي. وسط العمارة غتمنع عليك. تمنع لها. معليش. ناكل غير واش حشيش بيه فاش المشاهدين ديالنا هاد الطاجين حيدي عيشة وري عيشة وهضري عيشة تحبكي ايوا قربي قربي يا بنت سيري سيري اجي اجي ما بغاتش تشوف الطاجين غير بشوية وسلفي راه ثقيلة غطاية عيشة راه فيها غير ربعة راه ما كتقدر تهز لها الطاية لا حرصي تشوف راه فيها الجوع عادي هذا الجوع لا تسخن مزيان قالت لك عيشة الزيت كترتق يعني صافي سخنات حيت كترتق راها سخنات صافي. الخبزة مي واش خمر؟ خالتي زهرة واش ديرها سميتو خالتي زهرة راه كتقطع لنا دير لنا العصير وداك الحامض اللي كنديروها هو هنايا ها والفريز اللي قطعت لنا عيشة. ايوا هادشي اللي كاين احنا غادي نعمرو باش نتلا الخبز ديال الدار رجلي حنا جات هزيك حزي ليه وشديها هكا ها وتحية للمصورة ديالي امال متحركش يديك بزاف قولوا لنا على امال ديالنا عجنتنا لنا جات الخبز ديال الدار قلنا للمشاهدين الخبز ديال السوق صافي ولا لها كثرنا منه بزاف صافي دابا فاش كاينين مجموعين ولا رجعنا كنديرو شحال هادي ما كانش كنديرو مرقاس الحوت جات عيشة بلاتنا امي ما كيبغيوش عيشة وخالتي زهرة قالت صافي حنا كنبغيو خالتي سكينة ما كتبانيش مزيان بديك البولة كضرب فيكي كضرب فيا البولة ماشي مشكل تبان غير ماما كافئتني زوينة صافي غير ديري غير ديري شنو بغيتي؟ مش عارف شوفي شوفي البركه
باش تعنا البرا طيب لنا امي الخبز. شو جدو واش هكا؟ هنا راه درت مطيشة، حكيت هذا ثلاث رز مطيشة حكيتها وطيبتها وزدت فيها شي باينة. غادي الشيط غتاكلوه بالمعلق لا كيف العادة، ديما كنديروه بالشيط. فيه الدنجال اختي كتقسم على جات فيه الدنجال اختي غنولي ناكل الدنجال عيشة كاع ما تخمي وراه زوين. والله انا كنت كنزعلو واخا ما كيعجبنيش فاش كندير زعلو كنعشي كيكون مقلي كنشم ريحته كيشهيني ولكن باش الناس ما كناكلوش ما كيعجبنيش. ها هو كيعجبني هكا بالعمارة ديالو كناكلو العمارة وخلي الدنجال البطاطا يا مش خاتي سكينه عملتي هانتوما مشاهدين معنا حنا كيشتونا مع الروينه وصورنا معكم كلشي ما بغيناش ندخلوا عليكم ها هي غادي تبقى طيبه ها حنا تابعوا معنا اش غنقول لهم انا امل تابعوا معنا كدير رجله لا رجله حتى كتزرق عيشة شوي ما طاحت عييت انا كندير المخامر ها هما عيشة هما ديك الكراطه هزيها بالزيت سخونه هادشي اللي غادي هزيها شبعها ها هي تيطول اييه ها هي هذاك فاش خرج سخونه غنقدرش لسه فاش خرجنا من انا صايبت اتاي انا جات صايبتنا اتاي ليش المغرب؟ حنا بقاو انا وني عصيب واحد الدراري بالنعناع ياك هذا راه سكينه ما عرفتش انا اللي تقلب معنا راه درت راسي درت واحد درت ديرو مسوس ولا ديري هذاك بالنعناع مسوس ولكن درتيه كبير هو شحال ديرو هو صافي ديريه بالسكر كيشربوا النعناع بالسكر انا اللي كنشرب المسوس تاخذوا على صحتنا وصافي والطاجين فين وصل كما طليتي طليتي عليه اجي نشوفه ها هو راه ما درت له لا ما لا والو راه غير الماء من عنده البصله البصله تلقى الماء ولكن كثرتها فرشتها وغطيتها بها لا لازم انا غادي ندير المقله تسخن ليا المخمر المخمر حتى الاخر وحده كان عندنا في الفريغو كيصحابنا كثير تلقيناه قريب حتى الاخر وحده غادي نبدا نديرو كان غاد غير ضيا شي مشكل عارفين ني راه عزيز عليا المخمر دغيا كنوجدو الحداقه اختي يا اختي يا اختي حيت ديك الغرفه راه ضركك لك مشات لها الهضره لا ضركك شي شي لا جات عارفه وبقى هذا ايوا صافي هادشي اللي عطا الله هادشي اللي كاين طبلتنا راه حطيناها عمرنا الخبيزه الصغار وعمرنا هذا وحطيناها حتى الغرخ تشمرمر فيديو ادو الغرخ صافي صافي تحبسي ايوا الحباب ديالنا كيف ما كتشوفوا معنا ضيفنا ما وصلوا تفقسي امي زهره وتفقسي اسماء ها عمتي جات لعندي فين ما كنت كيف ما كتشوفوا الفطور ديالنا ها هو وجد ها حنا وجدناه كيف العاده وكيف ما مولفين معاكم عويشه مسكينه ما بغا يوصلها المغرب حتى بغات تموت ما جات كذلك مليون كتبالي يا غير قولك تيكتب علينا في الكوزينه باش تبقى لا غير بغوني رجليا دونك كيف كتشوفوا المشاهدين الاعزاء بصحه وفطوركم بصحه وبصحتكم الفطور قال لك عيشه بركه بغات تفطر راه ودن دابا راه ودن السلام عليكم الفيديو الجاي ان شاء الله.